Ladies and gentlemen, welcome to Motor Fixation. And we go something like this. بنتسابق وبنتبارى كل خمسة فينا بسيارة بنعديها وبنجملها نتعاون ليه ما نطورها بنتسابق وبنتبارى كل خمسة فينا بسيارة بنعديها وبنجملها نتعاون ليه ما نطورها بدو تابر من الصفر وقتك يركض لا تنتظر وكاسيتي من build your dream هذا هو الحل السليم Put your hands up. 5, 4, 3, 2, go. Why you waiting? I'm gonna let you know. We ain't playing. Motor finale. I'm just saying. I'm the motor. Motor fixation. هذه فرصتك ابدع فيها. الفرصة لا تخليها. غير بدل اتعب وعمل. وهالسيارة بتنبيها. سابق وبنتبارك. بخلي يعني أنا مدين أبغى يفوز. هي the red. تفضل. فيكم في مرحلة جديدة من برنامج موتر فيكسيشن. مرحلة اليوم بتعتمد على صباغة الويلز. لازم تستخدمون مهارات التيم وورك والتايم مانجمنت سكيلز. الله يوفقكم. Good luck.
مرحلة صباغة الرنقات تجاوزنا احنا الأخطاء اللي كان عندنا من قبل كامل، وصبغت زيادة كم قطعة في السيارة حق إنها تكون شكلها أفضل. ومستر فريدي استانس واجد إنه شاف إن الأخطاء اللي كانت عندنا من قبل تحسنت بشكل واجد. كانت مرحلة حلوة وفيها شغل بعد يعني أكثر من الستيكرات. توقعنا شغلنا بيطلع أحلى من كذي، بس للأسف يعني الرنقات طلعوا مو بالشكل اللي توقعناه. يعني كل الفريق اشتغل عدل، وكل واحد يعني كل الفريق توزعوا، كل واحد قام يشيل تاير، سارة كانت تنظف، يعني توزعنا عدل. دي مرحلة يعني أنا وايد اشتغلت فيها، ويعني كانت مرحلة صعبة لأن سويت أشياء عمري ما سويتها من ناحية الصبغ تركيب، يعني تعلمت وايد أشياء في ذي المرحلة. طبعاً نفس كل مرحلة كنا داشين بقوة، كان عندنا أهداف نسويها ونحققها، بس بما أن الفريق اللي قبلنا استنفذ كل الرش، تقريباً كل الرش اللي كنا نبي نستعمله، فما سبب لنا مشكلة بالشغل. كنت عندي فكرة في الصبغ شوي، فشباب ساعدوني بطلوا التواير وحطوا عليهم تيب، وجيت أنا صبغت فصار الصبغ أوكي. السلام عليكم. يا جماعة أعرفكم على ضيفنا اليوم أستاذ بسام، مخرج سينمائي بحريني. تفضل أستاذي. صحة ما شاء الله. سوري شباب تفضلني. ثانك يو. شكرا. عفوا. شلونكم؟ شو أخباركم؟ أنت من اللي قاصر؟ في أحد قاصر عندكم؟ لا موجود. تفضلني. ليش؟ لا واحد اثنين ثلاثة أربعة. أحمر خمسة. أبصر. أستاذي حدثنا عن المجال السينمائي في البحرين. المجال السينمائي في البحرين، هو أول شيء قبل لا أتحدث عن المجال السينمائي في البحرين، أنا وايد حاب فكرتكم، وايد حاب اللي تسوونه، شيء بالنسبة لنا أعتقد إنه شيء جديد وما قد صار، وأول مرة بيصير على التلفزيون، والشباب كلهم بيشوفونكم أنتم إيش قاعدين تسوون. السينما في البحرين هي الذاكرة، أنتم ما تعرفون أي شيء في اللي صار في البحرين، اللي لازم ترجعون حق الأفلام القديمة. تحبون السينما وما تحبون السينما؟ من فرحة؟ من ما يحب السينما؟ مسلسل بعد؟ إيه فيلم. إيه فيلم الزائر شفته؟ زين زين. فيلم الزائر هاي من الأفلام، أول فيلم ثريلر يصير في البحرين. هاي من الأفلام الغريبة اللي في الخليج، الخليج ما عندنا أفلام من هالنوعية، هو الوحيد إلى الآن صار. البحرين لها 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 عندها إمكانيات غريبة، أنا أعتقد إن الناس مو قاعدة تقدرها، هم نفسهم الصناع مو قادرين يقدرونها، بس مع الوقت نعتمد عليكم أنتم الشباب، أعتقد أنتم بتقدرونها وايد. يعني زين يوم واحد بسوي هذا. يوصل لغاية سينما؟ حبها. And we go something like this. بنتسابق وبنتبارى، كل خمسة فينا بسيارة، بنعدلها وبنجملها، نتعاون لما نطورها. بنتسابق وبنتبارى، كل خمسة فينا بسيارة، بنعدلها وبنجملها، نتعاون لما نطورها. ابدو تابر من الصفر. لا يوجد شيء اسمه مكان إذا تبي شيء. تحملوا وتفكرون في حياتكم أن أنت عشان تخلق شيء أو عشان تسوي شيء، إذا ما في مكان ما بروح معناته أنت كسلان. أي شيء في خاطرك مهما كان في خاطرك تقدر تسوي. يعني يوم بدينا أنا أول فيلم سويته في 75، يعني تعرف long time ago. ما أدري شنو السينما، ما أعرف شنو الأفلام، ما أعرف شنو المونتاج، ما أعرف شيء، لكنه واصلت أبي أتعلم. لما شفت روحي أركب الصور والصور تسوي ردة فعل مختلفة عند الناس، قلت لازم أدرس. برنامجكم اللي أنتوا تسوونه الجميل، هذه الروح التعاون اللي موجودة بينكم أنت وحاليا،
اذا ما كانت فعلا موجوده بينكم شلون انا كمشاهد تبوني اصدق ان انتم متعاونين؟ انت اللي بتعطوني دي الروح. فانتوا الهدف مالكم مو بس ان احنا نسوي برامج، مو بس ان احنا نخلق، مو بس ان احنا نتسابق، مو بس دي، احنا نوصل للناس ايش قد احنا نحب بعض، ايش قد احنا مشاكلنا بين بعض نحلها، ايش قد احنا نكتشف امور واحنا نصلح السياره. هاي تخلونا احنا المشاهدين نسوي مثلكم دائما. شنو أول مرحلة صورية؟ قلنا أول شيء تحب، بعدين تحلم. أنتوا تعرفون العلاقة بين الحلم والسينما؟ إنه تصور الحلم مالك كرؤية وتحاول إنه تراويها الناس. صح، هاي صح. أنت شو بغيتي تقولين؟ أي أبغى أسأل كم فيلم سينمائي عندنا في البحرين؟ طويل عندنا 7 أفلام روائية طويلة. طويل يعني بين ساعة ونص إلى ساعتين مدة الفيلم اللي في السينما، ذين عرضوا في السينمات. لكن لما أني حق الأفلام القصيرة اللي الشباب الحين صراحة وايد أفتخر فيهم اللي سوى أفلام قصيرة في البحرين، شرفونا بصراحة في معظم المهرجانات السينمائية اللي موجودة. عندنا كم هائل من الأفلام القصيرة، وعندنا كم من المخرجين اللي أعتقد يوم من الأيام يعني فعلا البحرين تفخر بوجودهم. بداية صبغنا يانا مستر فريدي قال لنا خلوا مكان الاوراق، احنا كنا حاطين دار مدار التاير اوراق فعشان انه ما نلعوز التاير، قال لنا حطوا الومنيوم. حطينا الومنيوم وصك قصينا طرف الرنج عشان نصبغ داخل بدون التاير. صبغنا صراحة عالي ما قصر، واحد من افراد الفريق صراحة وايد مساعدنا، صبغ الرنجات صبغ قطع وايد في السيارة. كنا بنصبغ الرنج اسود كامل، بس انه تمينا ان الفريق كل واحد تم يقول ليش ما نحط برتقالي، ليش ما نحط كذي، ليش ما نزيد كذي، ليش ما نخليه كامل برتقالي. فافكارنا تشتتت زين، فقمنا حطينا اسود وبرتقالي وطلع الرنج حلو يعني مو بوايد كري. في اليوم اللي صبغنا فيه رنجات السياره فهاي اليوم يعني صراحه كان يوم عجيب، صار في اكشن وايد. ساره ومحمود تصالحوا وحسيت ان الفريق خلاص بترد قوته. كنا بنسوي حركه في الرينج فكان خلص الصبغ الاسود، فصبغنا برتقالي واسود. احنا فكرنا نكون متميزين شوي، فسوينا الشخال، سوينا القطعه اللي ورا يعني عشان شوي يكون في تغيير في على الفرق الثانية. ها يلا عندك يبلقى استعملها. وين القاه؟ مو موجود. شباب دور عدل، ولا اخر واحد استخدم شال القان يتذكر. شيكت عندك انت؟
من حط مال الهوي؟ مال الرش. لا توقف لا توقف بس شيك داخل مني من اوكي اوكي شباب اوكي سوري تستهبله. جابر تستهبل؟ وين انت؟ ليش قفلت الباب؟ يلا تستهبل انت؟ جابر اسرع شلون داخل؟ وين القنا الحين؟ قلت لك حطه ورا ليش حطه قدام؟ يلا يلا اسرع اسرع يلا يلا شوف بسرعة يلا خذ هني جابر ايش فيك تستهبل؟ تحطه داخل السيارة ايش له؟ سلاح حطه داخل السيارة متعمد؟ يا كم متعمد بحطه داخل السيارة حطه هني كل من يشوفه احنا اخذتنا وقت دقيقتين حتى كم صار 30 ثانية بقى لك منها هاي سالفتي بعد ثبت له التاير بس ثبت له التاير ترى غلط واذا خسرنا احنا بسبتك هالمرحلة ما ممكن ما تبي كل شيء ترى كامل لازم في اخطاء بعد اي انا غلطت غلطت شنو؟ خلك فيها غلط انت. شلون حاطه داخل يعني قاعد داخل نسيت بعد انه شلون قاعد داخل؟ بس شي تعبت لمتى بعد؟ تاخذه وياك؟ انزين زين. تحملت الحركه ذي مره ثانيه صدق. لا متعمد لا. اي لا تعيد الحركه ذي. لا لا متعمد. قول لا تعيدها بس. شلون بعيدها انا؟ اقول لك مو متعمد قول لي لا تعيدها. حط حط نسيتها داخل ولا لا؟ عندنا مسابقه عندنا وقت. ما يصير تقعد داخل السيارة وتخلي السامان في ايده خلاص الطول ترجع مكانه حد الشخص الثاني يحصل درجة اللي هو فيه سولف ذي بعد ذبحتنا